بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة تدريب بنادي الشارقة الفروسية والسباق تعتبر من أهم الأقسام بنادي الشارقة الفروسية والسباق، وقد أولى مجلس الإدارة الاهتمام بها وتطويرها، وتم اعتمادها من منظمة البي اتش اس المنظمة البريطانية للخيول للحفاظ على سلامة الفرسان وتأهيل المدربين للوصول إلى أرقى المستويات. مدرسة التدريب قد استخرجنا منها العديد من الفرسان الموهوبين الذين حاليا يشاركون ضمن المنتخب الوطني، وقد وصل عدد المشتركين في مدرسة التدريب إلى 9600 فارس، ويشاركون في العديد من البطولات المحلية والدولية. وتكون ميادين التدريب في فترة الصيف في الصالة المغلقة المكيفة، أما في فترة الشتاء في الميدان الخارجي، ويستقطب النادي الفرسان من 9 سنوات فأكثر للتدريب على ركوب الخيل. أما بالنسبة للفرسان اللي هم أقل عن 9 سنوات فهم يشاركون في قسم البوني كلاب.